يا بدردر يا بدردر يا جميل. صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه. الله مش هتحقني على تيفه حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم. لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه في الطماطم الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر يا بدريه. يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واسحي نفسك يا بدريه، اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. مش لاقي ينفذوها يا اخويا، ينفذوها. انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفلايه فيها 3 حبايات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدردر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. ايه خطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا عدل. انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانية واحدة اقعدوا، انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، ببقى اسمها ست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضه يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين؟ ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق؟ برضه يردوا عليا يا حاج احمد. هد انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي
من النهارده كل اللي في المؤسسة أنا اللي هديره. خلاص؟ يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. أنت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. يا هو ما اهداش، انا اخوك وربنا كله وابنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيهزلي دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. وانا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكم كلكم. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ده بيفور لي. معلش. طيب دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ اعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. الف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص، ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانية يا حاج، ما اعرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شويه حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونظفناك ودخلناك العيله. فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه. خلاص، دي فيها كاكالاكس. فيها كاكالاكس اهو. شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا. انا عايزك في حاجتين مهمين، وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه، تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ يا حاج انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل، واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شايف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي. في العلبه دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتتكل على الله، انت رخم قوي. وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي، يا تخينه في شله. سلام يا حاج. يا تخينه في شله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟
علبة الكبريت فين؟ خدها الواد التخين ومشي وسابني هولع بإيه؟ وأنا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس وأنت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركة؟ جايبة عربية بكلاكس كله هيتعب.